السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم متابعين كرام متابعي قناه من الاخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين دوري كاس الامير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعه 6/5/2022 في الجوله 26 من الدوري السعودي. اليوم متابعين الكرام، الفتح تعادل امام الاتحاد 4-4، احرز هدف الفتح بيتروس ماسيوس في الدقيقه 9، فراس البريكان في الدقيقه 3 من وقت الضياع في الشوط الاول، سفيان بن دبكة في الدقيقه 60، وفراس البريكان في الدقيقه 83. اهداف الاتحاد الاربعه عن طريق رومارينيو في الدقيقه 17، ايجور كورنادو في الدقيقه 20، عبد الرزاق حمد الله في الدقيقه 72، ورومارينيو في الدقيقه 77. ابها تعادل امام الفيصلي 0-0، والنصر فاز على الشباب 4-2، احرز هدف النصر عبد الاله علي العمري في الدقيقه 18، اندرسون تاليسكا من ضربه جزاء في الدقيقه 31، عبد المجيد محمد الصليهم في الدقيقه 34، واندرس تاليسكا في الدقيقه 50. هدفي الشباب عن طريق اللاعب تركي مروان العمار في الدقيقة 55 وكارلوس جونيور في الدقيقة 80. الجولة بدأت أمس الخميس 5 مايو 2022، التعاون خسر من الاتفاق 0-4 والباطن تعادل أمام الأهلي 2-2. بالنسبة لترتيب فرق الدوري السعودي بعد مباريات اليوم، الاتحاد متصدر في المركز الأول ب 61 نقطة، النصر المركز الثاني ب 51 نقطة، الهلال المركز الثالث ب 49 نقطة بس هيلعب مباراته بكرة ومؤجل له مباراة، الشباب المركز الرابع ب 47 نقطة، ضمك المركز الخامس ب 42 نقطة، الفيحاء المركز السادس ب 33 نقطة، أبها المركز السابع ب 33 نقطة، الفتح المركز الثامن ب 32 نقطة، الأهلي المركز التاسع ب 29 نقطة، الرائد المركز العاشر ب 29 نقطة، الفيصلي المركز 11 ب 29 نقطة، الاتفاق المركز 12 ب 27 نقطة، الطائي المركز 13 ب 27 نقطة، التعاون المركز 14 ب 26 نقطة، الباطن المركز 15 ب 26 نقطة، الحزم المركز 16 والأخير ب 14 نقطة. بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين متابعينا الكرام أوديون أوغلو لاعب الهلال المركز الأول ب 19 هدف، المركز الثاني رومارينيو لاعب الاتحاد ب 17 هدف، والمركز الثالث تاليسكا لاعب النصر ب 16 هدف، المركز الرابع ليندر توم لاعب التعاون ب 15 هدف، المركز الخامس عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد 14 هدف. متابعينا الكرام، اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.